لديهم أفكار وتطلعات وأحلام ومشاريع صغيرة الحجم ولكنها كانت كبيرة بما يمتلكون من ابتكار وأفكار. هذا المشروع هو تشجيع لشبابنا للدخول في القطاع الخاص ومعالجة البطالة خاصة بعد إكمالهم دراساتهم الجامعية. لفتنا هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسة التميز لرواد الأعمال الشباب ومؤسسة دكتور كيو والموجودين معنا اليوم وبتمويل مشكورين من مدرسة صرف بغداد الأساسية ومؤسسة رفض العطاء موجودة معنا اليوم في الوقت المحترم السيدة ولود مديرة ومسؤولة هاتين المؤسستين. إن شاء الله في نهاية أو بعد أسبوعين سيكون هناك حفل ختامي نعرض فيها أفضل 10 مشاريع فازت معنا في هذا المخيم التأسيسي، وهناك تقريبا أكثر من 10 مؤسسات قطاع خاص ومصارف وافقوا على أن يدعموا هذه المشاريع، بمعنى أنه كل شخص يفوز معنا هناك شخص من القطاع الخاص سيفوز بيده ليكون مشروعه مشروع نافذ وناجح، مشروع بشخص يتحول إلى 5 إلى 10، وهكذا نكون قد حققنا جزء من أهدافنا في توفير فرص العمل ودخول الشباب للقطاع الخاص. أهم برامجنا المخطط لها على المدى القصير والبعيد قصيرا جدا وبدعم من سيادتنا حسين عرب مشكورا سندعم منتخبنا النسوي لكرة القدم، فمدعوهم جميعا يوم 30/9 لحضور مباراة ودية بين منتخب العراق النسوي والسفارة الفرنسية المشكورين. وفر لنا هناك حسين عرب الساحة.